نمبر 18 سويتش بالسبب كيف تريد أول حاجة كمسرح المستوى الليبي أول مرة نصبي المسرح ديما منطقة شرقية ومنطقة غربية مثلاً لكن كمستوى الليبي أول مرة نصبي وطاقم تحكيمي احترافي حتى هو شيء احنا نبو يعني ننمو شبابنا نبو نخلو الشباب يلهو في الرياضة ويفوتوا أي شيء تاني البنادم لما يبدأ مركز في الرياضة بدأت رياضة بناء الأجسام يعني يكون منعزل على العالم التاني كله أول شيء هنا في ليبيا نحيو اللعبة ونكونوا كوادر نقدروا نتشرفنا برا ليبيا وتاني شيء بطولات الدولية نعطوا صورة للعالم صورة ليبيا الحقيقية إن احنا ليبيا بلد أمن وأمان